السلام عليكم ومرحبا بكم في غرفه ليلي. الوغ اليوم ان شاء الله راح نديروا الزيتون بالليمون اللي مصبر، يعني كاين اخت قالت لي عليه بغات الزيتون بالليمون المصبر، قلت اليوم ندير لها ان شاء الله. الوغ هنايا كما كنتوا تشوفوا عندنا الدجاج، يعني على حسب افراد العائله نديروه بالدجاج. هنا عندي الزيتون انا تاعي نديرها في الماء، يعني ساحتي من قبل، ولا تبغوا تغلو غلو كل اخت كيفاش دير الزيتون تاعها. خاصنا السمن وخاصنا التوابل والبصل بيان سور، نقلو الدجاج تاعنا. دوك نشوفو المقادير الاخرين كي نقلو الدجاج تاعنا ونقول لكم المقادير في نفس الوقت. نبدأ بسم الله. كما كنتو تلاحظو انا درت الدجاج تاعي في الماميطا، غندير معاه مغرف تاع السمن، خليها تقلى هنا معاه زعما من التحت. ندير مغرف مارغارين ولا الزبدة، انا عندي المارغارين. نجيو نديرو الزبدة ولا نديرو الزيت، يعني الزبدة تطلق بلا شابة، ولا المارغارين خمس زيت مغرف وحدة اخرى ماشي بزاف، باسكو رانا الدجاج مخلينا بلابو تاعها يطلق الزيت اللي مزيت. صافي نخليه هنا يتقلى. هنا ندير بصل، حبة بصل قطعتها هكا يعني عادي، خليها تقلى هنايا. هنايا غندير الرند، زورق ولا تلت وراق تاع الرند. ندير عود قرفة، هنا ندير الملح، نملح غير شوية منكترش باسكو الليمون مالح والزيتون مالح شوية تانيكا. ندير التوابل، هنا عندي سكنجبير، نص مغرف تاع قهوة تاع سكنجبير، عندي فلفل أسود، وعندي الكركم. هادو هما التوابل. دابا نديرو الزعفران، نديرو الزعفران غادي نحرك ونخليه يتقلى. هنايا ندير عندي طماطم، حبة طماطم صغيرة كما كنتو تشوفو، يعني كمية قليلة تاع طوماطيس، لي طومات اون طومات رابيتها هنايا، يعني دوغ وحدة صغيرة خليها تقلى معاهم. هنايا غندير شوية ما عندي الماء يغلي هنايا، فما غندير غير حد قد ربع مغارف تاع ما، هذا مكان فوالا هذا مكان، ونخليه يتقلى فهاد شوية تاع الماء، يعني باش يجينا بنين، يعني غير واحد نص كاس تاع لاتاي صغير وخليه يتقلى كيما هكا. هنا عندي شويه فريمون، شوفوا كميه قليله ما تكثروش، مع عدنوس وقزبر، يعني عندي واحد زوج عروش تاع قزبر وشويه تاع معدنوس، يعني كما راكم تشوفوا غادي نقطعها هنايا ونخليهم يتقلوا مع الدجاج كيما هكا. نقطعهم نخليهم يتقلوا مع الدجاج، نقلوهم خير، يعني نقصبو مع عدنوس تطلب لنا شابة فوالا كيما هكا. نحرك فوالا كيما هكا. هنا غندير شوية تاع الثوم اختياري، أخوات ما يبغوش ما يديروش، بصح الثوم يطبع الدجاج مع السكنجبير. ندير شوية الثوم، وهنا غندير الثوم. أنا الثوم عندي بودرة، عندي لاخر تاني بصح نفضل البودرة باسكو ماشي فورة، ولا ديرو فص ولا زوج من لاخر. نديرها فوق الدجاج فوالا كيما هكا، منكثرش نص مغرف خليه يتقلى. بعد ما تقلى لي مليح الماء هاوينا، الماء كما قلت لكم كنت نغلي فيه من قبل. نبدا بسم الله الماء، ندير الزيتون تاعي نصفيه من الماء. راني صفيت الزيتون، نديره نخليه يطيب شوية، يعني واحد 20 دقيقة ميم با 15 دقيقة، خليت واحد 15 دقيقة. ومن بعد ندير الليمون المصبر، خا شكون ندير الليم دروك غادي يطلق لنا البنة تاعها قوية، أنا نخليه تم حتى ما يطيب لنا شوية الزيتون والدجاج عاد باش ندير الليمة، نغطي عليه ونخليه يطيب. فوالا حباباتي، بعد ما فات على الزيتون تاعي 15 دقيقة، النار متوسطة، قبيلة ما قلتلكمش على النار، النار متوسطة راه يطيب، مازال ما طابش، باقي واحد 20 دقيقه هكا، يعني الدجاج قليناه مليح ودوك بخاف يطيب. هنايا الليم هذا مصبر انا قسمته بين زوجة، شللته شويه باسكو مالح، شللته شويه. هنا غنديره دروك، هنا ديت انا 3 حبات قسمتهم على زوج، صافي 6 كيما هكا، 3 حبات صافي 6. غادي نبلاصيهم كاع حنايا كيما هكا من الفوق، ها ما وينا شوفوا معايا، نبلع الكيكوطه عفوا الملميطه ونخلي
لا يطيب، يعني الماء ما نزيدش. الاولى اللي درناه هذاك هو، غير خلو النار ناقصه كيما هكا ويطفي غرده. كنا غادي نبلع عليها، وانا غادي نقلي معاه البطاطا، يعني هذا اختياري تجمو غير تخلو غير هكا وحده. نقلي معاه البطاطا، يعني غير مقله تاع بطاطا هذا مكان، وان شاء الله نقدمها لكم. هذه هي دوك نوري لكم كي يقرب يطيب، نعاود نرجع لكم كي يقرب يطيب. مرحبا بك صغير، نحبس الزيتون تاعي خليته ربع ساعه 15 دقيقه، يعني الحب خف يطيب. راه طايب عندي هنايا. هنا ديت مغرف، نص مغرف تاع فرينه ولا مغرف معمره بزاف، درتها حليتها في شويه تاع ماء، يعني ماشي بزاف، قد كاس على تاي. وغادي نفرخها هنايا باش لاصوص تاعنا تجينا ثقيله. قبل ما نفرخها صفيها في الصفايه من الاحسن، بسم الله. وفرخها هنايا كيما هكا، ندور كيما هكا فوالا، باش المرقه تاعنا تجينا خاطره ما تجيش خفيفه. نزيد النار، راني نقصت لها فوالا كيما هكا. سيبون، شوفوا المرقه تاعنا كي تقالت، مازال تغلي. راني نخليها تغلي واحد نقول حنايا واحد دقيقتين ولا فين طيب شويه. هذا مكان جوج دقايق ثلاث دقايق طيب شويه فرينه، ونطفي عليه. الزيت تاعنا راه واجد صايي، نغطيه خليه يغلي واحد زوج دقيقتين ولا، ونشوفوا ان شاء الله واجد. ولا حبيباتي، ها هو الطاجين الزيتون تاعنا بالليمون المصبر. هاي البطاطا اللي قليتها، يعني هذه اختياريه، تجمو تخلو غير كيما هكا، تجمو ديروا معاه ثاني كالفطر اللي هو الشامبينيون، يعني يبقى اختياري. وفي القناه تاعي باك شاهدتوا ندير شحال من طاجين تاع الزيتون، هذا فريمون فيه بنه تاع الليم، فريمون يجي بنين بزاف، نتمنى لكم تجربوه. هذا هو، ولا حبيباتي بون، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، وتقولوا لي رايكم، خلوا لي تعليقات، وتهلاو في رواحكم حبيباتي، ونتلاقوا في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام.